قرر جوكو وفريزا كشف الغطاء عن قوتهما الحقيقية التي كان أحدهما يخفيها عن الآخر، ليفاجأ جوكو بقوة فريزا الذهبي الجديدة. لم يكن فريزا يعلم أن قتاله في الوضع الجديد يستهلك طاقة كبيرة، وفجأة وأنا اكتشفت موطن ضعفك أيضا يا جوكو. ما بك؟ أنا لم أبدأ بتعذيبك بعد. أنا من سأقاتلك الآن. عنوان الحلقة: نهاية المعركة الكبرى. يؤسفني أن أخبرك بأني لن أسمح لك بقتله. هكذا إذن يا فيجيتا. نال مني. حذرك ويز من رخاوة دفاعك. دعه يتناول حبوب الطاقة لكي يشفى. ردها إلي. جوكو، امضغ هذه الحبة. حبة طاقة؟ شكرا لك يا فيجيتا. فيجيتا، لماذا عرقلت انتقامي؟ وكيف تجرأت على فعل ذلك؟ هل فاجأتك بشكل الجديد؟ اكتسبت قوة تعادل قوة زعيم السيان المذهل أيضا. هل اكتسب فيجيتا قوة تعادل قوة زعيم السيان المذهل كما قال؟ نعم. خذ هذا. سأذكرك بنفسي يا فريزا، ودع حياتك. أيها الوغد، كان يدين لي بالولاء، والآن عليك أن تودع حياتك. ماذا فعلت؟ تصرف. أمرك زعيم. هل تذهبين معي إلى السوق؟ غير معقول، لا أصدق هذا. يدي صغيرة، أرجوك كفّ مكاء.